يسعد أيامكم أصدقاء الأحبة، طمنوني عنكم، كيفكم وشو أخباركم؟ بتمنى تكونوا بخير وسلامة وصحة وعافية. اليوم نحن بفيديو جديد ضمن سلسلة دروس نوطة الموسيقية، تعلم على آلة الطنبور. بهالفيديو رح نختص درس عملي بعد ما أخذنا بعض الدروس النظري. للضرورة نعرف أشكال الأزمنة وسلم الموسيقي المتعارف عليه تقليدياً، حتى نتمرن ونتمكن تكنيكيا. فخلونا نبلش مع بعض. محضر لكم هون جملة موسيقية حتى نتمكن ونتمرن أصابعنا. حاطط لكم إياها بهالسيستم المختلف، رح نشرح لكم إياها. ببلش بالبداية مثل ما لكم شايفين، دايما النوتة بكون آلة موسيقية تبعنا ببلش من مفتاح الصول. حاطين نحنا مفتاح الصول، هذا دايما شيء ثابت رح يكون. والزمن لازم بالبداية نعرف على أي زمن رح نعزف، ما لازم يكون مخربط دايما. هلأ عم ناخد مبدئيا 4 على 4، بعدين رح ناخد غير الأوزان. 4 على 4 بدل انه ضمن المازورة الواحد اللي هي البار. مثل ما لكم شايفين في خطوط ما بين كل جملة، في خط، هدول بتسمى المازورة وبيسموها بار كمان. فضمن هون لازم يكون في 4 أزمنة. وملاحظين هون كاتب لكم أحرف الموسيقية، وجنب الأحرف يعني محل في فضاء كاتب لكم الرقم. الأرقام شو هما؟ هما دوسة الأصابع، شو الإصبع اللي راح تستعملها. إصبع الموجود هون 0 0 يعني مطلق، الدو خبرناكم انه فاضي بيجي، فما بتحط عليه أصابعك، هي 0 مكتوب قدامكم الصفر. بعدها الواحد يعني إصبع الوحدة، الثاني، الثالث، الرابع. فضمن هالسيستم موجود عنا 1 0 1 3 و4. فرح نتمرن على هالأساس أصدقائي الأحبة. فما تنسوا الأرقام مبدئيا كتير مهم حتى تتمرنوا، يكون عندكم تكنيك. قبل ما نفوت المقامات لازم تكونوا تعودتوا شوي تعزفوا على النوطة، لأنه رح ناخذ المقامات على النوطة. مو سماعي؟ فكتب لكم هون دو ري مي فا، دو ري فا مي، مخربط لكم اياها يعني مثل ما لكم ملاحظين. دو مي ري فا، دو مي فا ري، دو فا ري مي، دو فا مي ري. شايفين هي نفسها جملة واحدة يعني، بس مخربط لكم اياها مشان تتمكنوا من التمارين يعني، حتى يكون عندكم تكنيك يعني تعزفوا بالأصابع الكل، مو تستعملوا واحدة وتعيفوا الثانية. لا، رح نستعمل كل الأصابع، رح يلزمونا الأصابع كلهم. فلهالسبب من البداية لازم نتعود نتمرن على كل الأصابع، ما فيش إصبع أهم من الثانية ولا إصبع أقل من الثانية، لازم نستعمل الكل مع بعض. فكاتب لكم مثل ما لكم شايفين الأحرف والأرقام، ومن فوق الإشارة اللي بتدل السهم لما يكون لتحت، يعني من فوق رح نعزف لتحت بالريشة. إذا كان لفوق يعني من تحت لفوق، فوق وتحت، فوق وتحت. هلا حاطط لكم اياها بهذا السيستم مشان تتمرنوا، لانه كتير مهم الوزن بهالريشة. عم ندق الاوزان الازمنة يعني مثل ما بتقولوا الرتموس، الايقاع. وبهالايد عم نعزف الحان، الالحان هي احرف الموسيقية، يعني رح نتمرن عمليا. هلا رح نشرح لكم كيف ناخذ هالتمارين على الطنبور حتى نسهلكم اياها اكثر. وخلونا نشوف مع بعض. اليوم رح نشرح لكم فقط شقفة واحدة من سلم الموسيقي، اول باشتان، اول شقفة، يعني رح ناخدكم اياها بارشا بارشا مشان يسهل عليكم، ما نعطيكم الكل سلم الموسيقي كله. بدنا نتمرن، رح تتمكنوا، رح تاخذوا كل شيء، ما في شيء برداية، ما في علامة
ما راح تاخدوها، راح تتعرفوا على كل العلامات، راح ناخدهم عملي. بس مشان يسهل عليكم مثل ما كتبت لكم اياها على السبورة، منبلش صفر فاضي مطلق دو، بيجي بعدها الري الاصبع الوحدة، بعدها بيجي مي اصبع الثالثة، شايفين ملاحظين اصبع الثالثة، واصبع الرابعة بيجي الفا. فا مي ري دو، دو ري مي فا. رح نتمرن ضمن هالمربع او هالمازورة. ضبط الزمن كتير مهم، رح ناخد عمليا على البرنامج المترينوم. ف مثل ما ذكرتنا لكم بحلقات الماضية، رح نحطها على رقم 60 حتى يكون شوي بطيء. فينا نأسرع شوي، فينا نبطئ شوي، فيك تستحكم فيها، يعني مثل الإيقاع على الأورج بتأسرع بتبطئ، بس تقريبا الزمن هي شيئا ما يعني محدد. فخلينا نبلش ناخد عمليا على المترينوم. وقبل ما نبلش بس كبسنا على المترينوم، بننطر 4 دقات بعدين منبلش. ما تنسوا هذا الشيء، خلونا نجرب هيك. 1 2 3 4 بتبلش تدق. ناخد مازورة، كل مازورة لحال. خلونا نبلش أول مازورة مع بعض مع المترينوم. 1 2 3 4 دو ري مي فا. ناخد مع بعض مازورة الثاني، 1 2 3 4. منبلش مع بعض أول مازورة من جملة الثانية بعد ما أخذنا جملة الأولى. 1 2 3 4. خلونا نبلش الجملة اللي بعدها. 3 4. بقي عنا آخر جملة مثل ما لكم شايفين. خلونا نبلش بأول مازورة منا. 1 2 3 4. خلونا ناخذ آخر مازورة ضمن هالجملة الموسيقية. 1 2 3 4. رح نعيدهم مع بعض من البداية للنهاية، نعزفها سوا. بس ما تنسوا المترينوم ياخد 4 دقات بعدين منبلش حتى يكون أزبط لنا، يعني ما منلحق نفوت دغري. هذا هو الموضوع، لبين ما أشغله وأبلش رح يفوتني الدقات مشان ما نخربط. هذا هو السيستم، لما المايسترو بيوقف قدام الفرقة بعد 4 عدات إذا الزمن هو 4 على 4. خلونا نبلش مع بعض ناخدهم